السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر من قناة سي بي 9 مدر. رجعت لكم اليوم فيديو جديد. اليوم فيديو حيكون بي في بي، بس حيكون خارج عن الفيديوهات الثانية اللي هي كنت عم جرب فيها تيمات الميتا. هذا التيم بصراحة كان نصحني فيه او حاكي لي عليه من وقت البث سليمان، وقلت له انه ان شاء الله حسوي لك فيديو كامل اني استعرض فيه التيم. بس للأسف والله يا سليمان جيلي ثاندر ما راح اعمل له 5 نجوم و90 ويو ار، فلانه هو بالنهايه سب، يعني ما راح يكون تاثيره كبير بالتيم اذا كان قدام، يعني قصدي سوري اذا كان 90 و6 نجوم ولا 5 نجوم ولا وات ايفر. المهم هو انه يعطيني الباسيف تبعه. للي ما بيعرف، جيلي ثاندر الباسيف تبعه بتعطي للزرق 60% ديفنس. الفكره من التيم كله هذا، بتوقع لسه ما جربته، الفكره منه كله هو التي تارميل. بس المشكله اللي بعتقد انه ما حيفيدني كتير انه تارميل عندي لساته 2 6، يعني بتوقع اذا كان 6 6 تارميل عندي هذا التيم يكون جدا جدا جبار، خاصه اذا بلعب التراش ويكون اعتمادي على تارميل. في نقطه كتير مهمه لازم تكون عندكم بالحسبان، وهي الباسيف تبع الباسيف تبع تارميل اللي بتنزل الماكس اتش بي بما يعادل 200% من الديفنس تبعي. انا هلا ديفنس تبعي 20000 غير 60% اللي راح اخذها. 60% هي المفروض تعطيني 12000، يعني حيكون الديفنس تبعي 32000، 200% يعني 64000. المفروض اللي ضده ينقص الاتش بي تبعه 64000. فالمفروض هذا التيم يكون النقص بالاتاك باور اللي هو اذا بتلاحظوا ما في حدا فوق ال 13000، 13.5 هذا اعلى شيء، يكون الناس هذا متعود بموضوع الباسيف تبع تارميل. بتوقع التيم هذا يكون اداؤه كتير حلو اذا كان عندي هذا 6 6 ورفعت شوي السي سي تبعه. طبعا انا مستخدم ديفنس فود. في نقطه مهمه كمان، اني انا ما عندي البف تبع الديفنس فود اللي بتعطيك 8% ديفنس زياده. هذا الشيء كمان ممكن ياثر سلبا بطريقه يعني على الموضوع هذا، انه 8% ديفنس اللي خسرانه هلا انا بتعتبر رقم، يعني 8% بتعتبر 1600 ديفنس المفروض. عشان ما اكون بعطي معلومه غلط، فما راح اطول عليكم المقدمه كتير، بس بدي اقولكم انه موضوع المسابقه، خليني اوضح، لانه في كتير كتير ناس عم يسالوني. يا جماعه المسابقه هي بتكون عباره عن فيديوهات من عندي ومن عبود. عبود بيعطيكم هنتات على الكلمه الخاصه فيه، وانا بعطي الهنتات على الكلمة الخاصة فيني. الهنت بيطلع بلحظة معينة من الفيديو تبعي، بيطلع سواء كان بالزاوية، بيطلع بمكان ما، عبارة عن حرف هو الهنت. بس يخلصوا الهنتات كلهم اللي هنا 6 هنتات، بتجمعون مع بعض بيطلع معك كلمة، وبتطلع عند عبود على الفيديوهات تبعه. 6 هنتات بيجمعوا لك كلمة، بتجمع الكلمتين بيطلع معك الأحجية تبعنا. اذا حدا حيسالني وين الاحجيه، ما راح اقول لك اكيد وين الاحجيه، لانه الهدف تبع الاحجيه كلها بيروح اذا قلت لك اياه. بس عليك انك تشوف الفيديو، وبالفيديو صدقني حتلاقي الاحجيه، ما راح اخبيها بجيبتي او ما راح اقطع الاحجيه، موجوده لا تخافوا. المهم بما انه وضحنا هاي النقطه، خلونا نبلش الفيديو. هل انا ما عندي بصراحة آمال كتير على التيم هذا، لأنه تشاندلر 1-6 وتارميل 2-6. إذا فزت ضد ريل بلاير، ما راح أقلكم فزت، لا ضد ريل بلاير، فزت جيم أو جيمين، بيعتبر شيء إيجابي، لأنه فعليا الدمج تبعي هو تارميل 2-6. حلو، تيم زوان إن شاء الله يكون ريل بلاير، والمفروض يكون ريل بلاير. حلو انه هذا التيم لما تكون عند لعب فيه تلاقي كمية التونتات اللي بتطلع بايدك مو طبيعية. طيب هلا بتوقع احسن شي نعمله انه نعمل واحدة من هاي جوثر، يعني ما في التيم هذا ما عنده اي مشكلة ضد الدي باف، الكنترول تبع جوثر ما بيضرني ابدا. شيلد ستان 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 استروس، الحلو انه ما بيعرف لمين يعمل ستان. اوكي عمل لأستروس، انا بكل بساطة بعمل تونت هون. طبعا القانون بينزل الدمج لما تكون تعامل ستانس، فانا هعمل ستانس و خلينا نشيل جوثر بلا ما يعمل رانكب لأسكانور، مع انه هو عمل رانكب وخلص، بس نحاول نطلع باقل ضرر. وهذا شكله ريل بلاير طبعا،
بما انه تصرفاته تصرفات ريل بلاير وعمل لي ستان باللفة الاولى، ما حط شيلد مثل البوتات ما بيعملوا. اللفة الاولى البوت دائما بيعمل نفس الحركات صراحة. الدمج مو سيء، دمجي كمان مو سيء. هلا المفروض اعمل يعني اعمل دمج كتير ضئيل مقارنة باللفة الماضية، ممتاز. طيب هلا اذا احنا فينا نعمل رش التي استا فينا، بس للاسف للاسف راح التون تبع تارميل، فبدنا ناخذ دمج اكتر هلا. بس اعتقد لف الجاي بعمل رش التي تارميل والتي بعمل التي استروسا. هو اذا عمل رش التي لز بقدر شله اياها شيلد. اوكي كتير دمج، كتير ممتاز، منيح انه عمل هالحركة. هو هلا صار فيني شيل الالتي تبعه بدون ما اكل هم. هلا مشان ما يعمل اي شيء هو اللفة الجاية نعمل هيك. هلا خلصنا من التي ليز، اللفة الجاية النوك بيكون عن طريق تارميل. خلينا نشوف شو راح يعمل. المفروض التي تبعي تعمل دمج حلو. هذا ما هلا بلشت شك انه هو بوت صراحة. طبعا ما في عنده ثلاث التيات. طيب هذا اكتر واحد بيعمل لي خطر بصراحة. عملت هاي مشان بعرف انه حاكل دمج بعدها. خلينا نشوف الالتي. 418,026 حلو، ممتاز ممتاز. طبعا هو ما رح يقدر يعمل شي بالالتي تبعه. حلو بس بدي اشوف انا بدي استنى حتى يخلص الجيم حتى اشوف اذا بوت ولا ريل بلاير، لانه ما بعرف عم يعطيني ميكست فايبس. ما عم بين معي بصراحة شو وضعه. طيب اذا عملنا انه عليه اتاك ريدكشن دمج، طبعا دمج حزين كتير سيء الدمج. بس لاحظوا انه الاتش بي تبعي شبه فل عالتيم. التي تارميل رجعتني ماكس اتش بي 35,000. اوكي هذا مات مبدئيا. لا والله التيم حقير، مصيبة التيم هذا مستفز. يعني حتى لما تكون انت عم تلعب بالتيم تكون مضغوط من كتر ما بتحس حالك انك مستفز. اللي ضدك بيضرب 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 كأنه عم يضرب حيط. يعني انا لما العب ضد هذا التيم كنت عم بلعب تيم دمج، والله بيجي على بالي اطلع من كتر ما بضيق لي خلقي، لانه انا ما عندي كتير دمج. انا يعني اللي عنده هذا التيم ما عنده كتير دمج، بس اللي ضده ما بيقدر يعمل عليه كتير دمج. خلينا نعمل شيء واحدة من هالستانسات. كان لازم اعمل ستانس قبل الكارت الثاني، بس انا متأمل اني فوز هلا. والله يمكن ما فوز. شوف الديث بيرس عم عاني معه. يا الهي الدمج شو السيء. يعني هاد التيم اذا ما بتعمل التراش بدك ضل شهر عم تلعب من الاخر. هلا لا تقول لي كمان حيضل عايش. طيب خلينا نشوف ريل بلاير ولا بوت. والله بوت، كل هالعذاب مع بوت. ان شاء الله انا بدي احاول اني ما افوز الجيم هذا، على اساس بدي احاول ما افوز الجيم عشان ما اطلع على التشالنجر، واقدر ضل عم جرب تيمات بدون ما يكونوا 100% بوتات اللي ضدي. بس والله التي تارميل 400,000 وهي 26، والله دمج حلو. بس فيه كمان خليني اطلع
الموضوع الباسيف تبعه قديش عم يصير الاتش بي تبع اللي ضدي. هذا شكله ريل بلاير، بما انه طول لحتى اللودينج طول فشكله ريل بلاير. والله هذا الماتش اب اللي ضدي سيء، مارلين كتير تأذيني، والمشكلة انه الكارتين اللي اجوني اجوني لتارمي لتشاندلر رانك اب بعدين لولي مارلين بعدين لولي مارلين، انا بكون واحد من الزرق اللي عندي بيموت. اعتقد حتقتل تارميل. الضربة الثانية جولد انا متأكد. خلينا نشوف مين حتقتل. بس اوكي تارميل مات، ما في امل اللي طلع هيك. اوه اوه صح، هو عمل الحركة تبعه. ممتاز ممتاز، نعمل هيك لانه بتوقع انه هلا يحاول يشيلها بالستانس، يشيل الستانس تبعي. فهلا بس اعمل ديفند لفه جاي ترميل حيرجع اتش بي كتير كتير، حيرجع من الاتش بي تبعي. بس هلا ممكن يبلش يعمل رش الت، خلينا نشوف شو راح يعمل هو. وانا لازم اعمل رش التي لترميل. اللفه الجايه بعمل هيك، ممكن شيل التي لحدا. شو حيعمل رش التي جوثر؟ ما بيقدر. والله تيمي حقير. اوكي والله كنت اتوقع بصراحه رجع اتش بي اكثر من هيك بصراحه. اوكي يا سلام. هلا قلتي تارميل حتعمل دمج حتاذيه، بس ممكن يشيل الستانس لو بداله بعمل رانك اب، بشيل الستانس بليز وبقتل تارميل بمارلين. بس بده يكون عنده الدمج انه يقتل تارميل. اوكي هذا اللي حيسويه بالضبط هو. بس ما تنسوا انه مارلين تبعه نازل الستاتس تبعها. يس يس نازل الستاتس تبعها بسبب شوفوا قديش رجع اتش بي تبعي. اوكي بيرفكت، شيل هاي. اوه والله تيم حقير. طبعا حيعمل دمج كثير، 394 الف هاي جوثر. ليز رجعت الالتي تبعها. اوه هلا اللي ضدي حينسم بدنه. ذا وان. طيب هلا اللي نحاول نعمله نحن، شيل الالتي تبع ليز ونجيب التي استروسا. بدي يعمل رش التي مارلي بتوقع. اوكي بس السؤال هلا مين اللي خطر اكتر، مارلين؟ والله بصراحة ليز الخطر الاكبر. مارلين الالتي تبعها فقط دمج وعليها ديباف، المفروض الديباف تبعها يضل لانه يمكن ثلاث لفات، فالالتي تبعها ما اعتقد تعمل لي دمج كتير تضررني، واوريدي اتش بي تحت النص. بس ما بدي ليز ترجع الاتش بي بصراحة، هذا اهم شيء عندي حاليا، لانه اذا ليز رجعت الاتش بي انا حاتضرر. اللفة الجاية فيني اعمل ستانس وشيل الالتي تبع ليز واعمل له هاي مشان ما يحط شيلد مرة تانية. اوكي اوكي لا لا واحد شيل الالتي وهي مشان الالتي تبعك، الا اذا كانت مارلين تبعه 6 6 وخرب لي المخطط تبعي كلياته. اذا كانت لولي مارلين تبعه 6 6 ذا وان تبعه هلا صار ماكس باسيف، ممكن يعمل لي ضرر مرعب. خلينا نشوف مارلين تبعه شو حتعمل.
نص اتش بي يعني ستيل على النص اتش بي يعني. هو اخذ مارلين تبعه تقريبا رايح نص الدمج تبعه كريت شانس كريت دمج القصص هاي كلها متضررة، وبمجرد ما تستخدم السبيشال تبعها هينزل الستاتس تبعه. اوكي دمج جدا عادي، هاي ما حتأثر كتير. اوكي ايزي ايزي، هلا حينسحب قريبا هو يعني المفروض. ستانس بما انه هلا لز ما عاد عليه طعمه، بس المشكله وين؟ المشكله انه انا اكل ديباف كمان. بس نحاول نخلص من الخطر اللي انا بالنسبه لي مار الخطيره اكثر من ذوان بصراحه. ذوان حاليا ما له طعمه ابدا الا اذا اخذ هرمون مره واحده هلا وبلش يعمل دمج مرعب. هلا عندي دبل التي ما بيقدر يعمل لي ستان وما راح يقدر يقتل لي ترميل، مستحيل يقدر يقتل لي ترميل، فهو ان مبدئيا انتهى. لا 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 مو مشكله اقتله هذا ما بيهمني. شوف شوف الدمج تبعه شبه تيم حقير، تيم جدا حقير والله. بس هلا لازم ما افوز هذا الجيم، فاذا طلع ضدي بوت راح انسحب، لانه اذا طلع تشالنجر 70% من اللي حيطلعوا ضدي حيكونوا بوتات. بس والله التيم اوفر تانك اوفر، يعني الزلمه فعليا ما عم يقدر يقتل لي حدا. يعني وصية استروسا وباسيف تشاندلر عم يخلوه يتضرر بشكل مو طبيعي. اوكي ليش ما عم يطلع لي طيب كارتين لتارميل؟ ليش عم يطلع لي دائما كارتين تشاندلر؟ انا مصيب ما بدي تشاندلر. هذا بوت، هذا بوت من الاخر واضح انه هذا بوت. طيب انا هحاول اني اعمل عليه يعني جرب التيم ضده بعدين بنسحب اخر شيء. ما في داعي اعمل رش التي تشاندلر من هلا، بس نعمل شوية بروتكشن للتيم. لفة هلا هون بقدر اعمل رش لالتي ترميل احسن لي. اوكي هلا شو بدك تعمل على استروسا؟ اوكي شبه معدوم الدمج تبعه. اخ هذا ما في بايده استنات مسكين. طيب هلا هيك صار معنا دبل التيميت ونعمل ستانس باستروسا. انا كتير حاسس التيم توكسيك والله، لانه انا جربت العب ضد تيم نفس هذا التيم، ما بتعرف شو بدك تعمل فعليا، ما بتعرف شو بدك تعمل، خاصة مع القانون اللي تبع البي في بي اللي هو انه ما في. اوكي شيل الشيلد من على حالك، هلا يعمل دمج قد ما بده لانه انا حرجعهم كلهم هلا بسبب التي ترميل. 67 يعني خلينا نشوف قديش متأثر هو بسبب باسيف ترميل. 27000 بس نازل. ليش بياخدوا على البيسك؟ معقول نعمل له هاي لانه يمكن يكون جاب التي، يمكن يموت حدا من عنده يعمل رش التي ما بدنا. اوكي استروسا سوري ذوان حيشغل الباس الريفايف. واو هاي مات جوثر. اوكي هلا الجيم هذا انا فايزه 100% بس راح انسحب مشان ما اوصل للتشالنجر. بس هذا الجيم 100% وين هو انتهى مبدئيا، بس اذا وصلت للتشالنجر حصير يعني حتى البوتات اللي حلعب ضدهم ممكن يكونوا بدون جير. بس والله انا ليش انسحبت؟ كان فيني العب توب 100 بالتيم هذا بدل ما انسحب. يلا هلا اذا بفوز بلعب توب 100 مو مشكله. انا نسيت موضوع توب 100 تماما لانه هلا فيني العب توب 100
وباخد عليه ريوردز مرتبة. حلو، ان شاء الله ما يكون ريل بلاير. التيم هذا كتير توكسيك، بس كمان بنفس الوقت ما كتير بضرني التيم هذا بصراحة. اذا بعمل هاي لا ما بهمني ايميليا، على ليز. ايميليا بصراحة ما بتشكل خطر كتير علي، بس لمين ده تعمل فريز؟ هون السؤال، ليش الكل عم يروح على استاروسا؟ عفكرة كتير غلط انك تروح على استاروسا، لانه استاروسا فعليا مثل قلته بالتيم هذا، بس بسبب يعني انا حاطه بسبب الباسيف تبعه فقط. بس من ناحية الخطر تشاندلر وتارميل اخطر منه. هو شو حيعمل يعني؟ هلا انا عملت هيك مشان ما تحط شيلد فقط، انه هلا ها هلا بقدر اشيل الالتي تبعه ورش التي شو اسمه استاروسا. اوكي نايس تراي. هلا بشيل الالتي، بعمل لك هيك وبعمل ستانس، ساعات اخليه يعمل رش التي ميلي قد ما بده، وبعدها بدنا نعمل رش التي تارميل، الا اذا هو جاب التي ليز هلا وكان بيعرف يلعب، بس اذا شكله بوت فما حيكون بيعرف يلعب. خلينا نشوف شو راح يعمل. حلو حلو لما يحاولوا يعملوا فريز لهذا التيم، يعني بتحس قديش هو نوب اللي ضدك. اوكي لا نعمل هيك نعمل هيك. لا لا تمام تمام. في معلومة كتير كتير مهمة، اذا استروسا عامل الالتي تبعه واميليا عملت له فريز بتروح الالتي، لازم يكون عليك اميونيتي، لانه الفريز تبع اميليا بتشيل التي استروسا. هاي النقطة كتير كتير مهمة لازم تعرفوها. طبعا هلأ هو اعطاني الجيم على طبق من فضة، المفروض هدول التنتين يموتوا مارلين نضل عايشة، بس احنا تحسبا تحسبا بنعطي ضربة خفيفة هيك هون وضربة خفيفة هون. ما بتعرف شو بصير معك لانه ممتاز هيك. يمكن هلا لزة تضل عايشة لانه نزل الستات. والله يا الضربة الاولى نزلت لي الستاتس تبعي، بس هلا عبارة عن وقت، بس مسألة وقت يكون خالص اللي ضدي. والله التيم كأني ما خسرت فيه ولا جيم من الثلاث جيوم اللي لعبتهم. اوكي واحد بوت، اثنين ريل بلايرز، لا اثنين بوتس. هلا هذا اللي عم بلعب ضده مو مبين معي لسه شو دينو. خلينا بس نحرك هلا الكروت، جمع التيات، شيلد، اخ شيلد مرتب كمان. هلا ليز بتوقع بعد ما يجي بان رح تلاقيها شوي شوي عم تطلع من الميتا، لانه بان مزعج لليز. طيب هيك يلا نجيب دبل التيميت، ليش لا، صير كله التيات، بيكون راح الشيل تبع ليز، نبلش نعمل دمج بقى. هو متأمل يجيب التي تانية، والله طموح. معقول والله، يمكن التي تشاندلر ما تشيل الشيلد. لا والله شالته، بتشيلهم تارميل، منيح خلصنا من ليز عشان ما ترجع تعمل لي سبام التي هلا. بس المصيبة الدمج العادي تبعه التيم كتير كتير مخزي.
فعلا ده مش بيخزي. احلى شيء انه الالتي تبعه لاستراسا ما بتعمل الاميونيتي، مع انه هي شبه ستانس يعني. شوف الحمد لله ما في ستانس بايدي، اذا حدا بده ستانس حياكم. حلو، هذا بوت بتوقع يا اما لاعب كريه. اوكي بوت. طيب بما انه وصلنا للتشالنجر خلينا نلعب لنا كم جيم توب 100، لانه التوب 100 حيطلعوا ضدي حيتان. اللعبان 4 جيوم، والله 4 جيوم و4 وينات فعليا. لا تخلينا، والله ما راح اقعد ضوع لكم وقتكم واقعد رتب التيم من الاول، خلينا نكمل بالتيم وان شاء الله المره الجايه بيكون بالتوب 100 الشوكيس. الجيم الاخير اذا فزت هذا الجيم بيكون عن جد التيم قوي، لانه انتم ما تنسوا انه عندي تارميل 2-6 وتشاندلر 1-6 والتيمات اللي طلعت ضدهم يعني ما في. هلا نشوف هذا اللي حطلع ضده شو. هذا والله يمكن يكون ريل بلاير. حلو، نحن اجاني هاي البداية. بس هلا السؤال، مصيبة هذا التيم طلع ضد التيم تبعي نفسه، دبل رانك اب تارميل ولا رش التي استروسا ولا جولد كاونتر، وشو الوضع؟ ما عنده سالفة هذا. طيب بهاي الحالة خليه يروح الروت تارميل من اول، لو ممكن يعمل رش التي وستانس. اوكي بيرفكت، اتوقع هذا احسن شيء ممكن يصير. انا شو بعمل هلا؟ بشيل الالتي تبعه، لا مو هاد الكارت، وبعمل ستانس تشاندلر ومنجيب تشاندلر، منحاول نجيب تشاندلر التيميت. اوكي شو هلا بدي استخدم الستانس تبع تارميل. اوكي جميل، اوكي ليفل 2 ستانس. طيب هلا السؤال هو هل عندي دمج بما فيه الكفايه لاني اقتل له حدا؟ 150 والله ما بتوقع اقتل له حدا. رجع منيح، رجع اتش بي كتير. هلا صار دوره هو يعمل رش التيميت، فهي بشاعة انك تلعب نفس التيم هذا فعليا، بدك تضل ساعة ونص عم تلعب. مشان هيك ما كان عم يموت. شو حقير والله، التيم تبعه توكسيك، حاطط لز هي ورا. شوف كانسر طلع الزلمة، شو بيعمل هالكلي ثاندر الزبال. والله طلع تيمو حقير، حاطط اليزابيث هي تبع الهيل ورا. وانا عم اقول لحالي والله يا اخي عم يهيل كثير. والله تصدقوا التيم تبعه حلو، يعني فعلا التيم تبعه حلو. والله بتصدقوا يمكن جربه، بما انه هذا الاسبوع اساسا ما في لايف ستيل، فهي الفكرة كتير حلوة انه بتجيب شخصية تعطيك اوتو هيل. والله جميل بصراحة التيم، خاصة مع تيم الكاونتر كمان، رجع اتش بي اللي بينقصك. طبعا من كتر ما طول الجيم صار الخريطة تقتلنا. جميل جميل والله. والله الحلو بالبي في بي انه لما تلعب يعني كل ما تلعب اكتر جيوم كل ما بيطلع ضدك تيمات غريبة عجيبة. شوف كيلي ثندر على هالدمج المرعب.
على فكرة من الخمسة جيوم هذا أول جيم بينزل جليثاندر، وهو رجع مبدئيا فول اتش بي اللي ضدي. يلا كاونتر أعطيه 100,000 خالص. وأخيرا وأخيرا، بس والله جي جي يا سليمان، فعلا جي جي. التيم جدا حقير عن جد جدا، يعني حقير مو يعني سيء، يعني قوي قوي وتوكسيك كمان. انه بس بضيق الخلق، هاي المشكلة. إذا في عندي انتقاد على هذا التيم فهو انه بضيق الخلق، لأنك أنت فعليا جيم بدل ما تلعبه 5 دقايق تلعبه 10 دقايق أو ربع ساعة. بس من ناحية القوة التيم جدا قوي على يعني على المقومات اللي عندي، مو على مقومات واحد ويل كبير. أنا مقوماتي فري تو بلاي، دارميل 2-6 لبسه مو ملموس، ما في ولا لبس ماكس، كلياتهم عادي اس اس ار مثل ما جبتهم يعني. و2 6 وحتى الجير تبعه مو بيرفكت، شوف ناقصه هون مدري قديش وهون مدري قديش. هدول العاديات يعني، رولاته 13، شو مشان 13 هي يعني على الرولات اللي عنده منيح منه انه عم يفوز اساسا. نفس الشيء مع تشاندلر، تشاندلر اللبس ما عنده، هذا لسه مسكين اكثر من هداك. 1-6 فانت لما تكون عم تحكي كمقومات تيم هيك مو مدفوع عليه شيء، مو مصروف عليه شيء، والله بصراحه تيم سفاح. هذا غير انه انا لسه مو مطور جالي ثندر ومو عامل له يو ار وهالقصه مشان سي سي يعني، والفود تبعي مو اخذ عليه البف تبع 8%. اعتقد هذا التيم ممكن يشكل شويه خطر على تيم بان. خلينا نشوف بس يجي بان بقى نجربه. وبس هيك كان الفيديو تبعنا تبع اليوم، وان شاء الله تكونوا استمتعتوا. شكرا لك يا سليمان على نصيحة التيم التوكسيك الحقير هذا. وان شاء الله رح احاول اصير اني اذا بالمقدور رح احاول اصير اخذ تيمات من 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 نصائح المشتركين مشان نصورها. بس يكون تيم نطوره انا، ما يكون انه بدي ابني تيم من اول وجديد وغير من اول وجديد وهالقصص، لانه بصراحة فترة هي ما عندي القدرة اني ابني تيمات كاملة جديدة، خاصة اني انا ما عم بدفع اللعبة صار لي فترة ومواردي محدودة جدا جدا. وان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو اليوم. والله انا بصراحة انصدمت بالتيم للامانة، وان شاء الله تكونوا انتبهتوا على شو كان اسمه الهنت اللي حاططها بالفيديو. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة، ضغط على زر اللايك اذا عجبكم المحتوى، تكتبوا لي بتعليقات تحت شو افكار التيمات الحلوة بالنسبة لكم، ونشوفكم على خير.